مرحبا، السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، احبكم بتو ربي يسعدكم يا جماعه. اول شيء سمعونا الصلاه على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. طبعا يا جماعه اليوم الفيديو له علاقه بهذا الشيء. ثلج، طبعا يا جماعه امبارح نزل ثلج، انا شوي عم كسر جسمي من هذا الكفوف. ربي يسعدكم يا جماعه. المهم شلت الكفوف لاني انا عبوقف شعر جسمي منه. المهم ما لنا فيها، تاخرنا بهذا الفيديو ليش؟ ومو تاخرنا، تاخرنا بالفئه لاني امبارح نزل ثلج بشكل مو طبيعي. تعبت الدنيا ثلج، يعني بحيث انه السيارات تغطت بالشوارع لهالدرجه. والله طلعت شمس، طلعت شمس حده كمان، اربعه صار زاد واحد، يعني طلعت شمس حده، فالثلج ما بقى بلش يدوب. فمشان هيك نحن راسا قمنا ونزلنا الثلج من فوق. هلا بحط لكم لقطات شو عم نزل الثلج وهالقصص. هلا بتشوفوا اللقطات. ربي يسعدكم يا جماعه. حاليا نحن بالبركون، طبعا الثلج امبارح كثير نزل عبى الدنيا، بس هلا طالع على الشمس. ما بعرف هلا انيك ما راح تشوفوا. هي اخوي محمد عم ننزل من فوق ثلج لانه في عنا فيديو ضمن الثلج، بدنا نجيب ثلج منين من كان. اوكي اخوي محمد عم ننزل ثلج وانا هون عم بستنى. شايفين ثلج؟ هذا الثلج عبي الدنيا. اخوي محمد عم ننزل من فوق. هذا الثلج، ثلج ثلج. هذا هيك، هذا لوح كامل. الو شايفين؟ اوف ها نزلت اكثر منه، صار له ساعه فوق. شعورك؟ شعوري تعبان. الله يعطيك العافيه. تعبان وخايف لا اصحى. لا تاكل هم. طبعا هو ديس على سقف المكتب حاليا، والله نزل كميه هالمره هالوحش. خليني ارجع من هون نرجع لكم. المهم هلا هو اخوي رامي رح يسوي رجل ثلج وانا رح اسوي رجل ثلج. طبعا رجل ثلج هذا انا من صغري ممكن ساويه، من كل حياتي سويته يمكن مره واحده تركيا اول ما جينا سوينا واحد بالضبط. ايه مع بعض. بس هلا رح نسوي انا واخوي محمد رجل ثلج، كل واحد رح يسوي رجل ثلج، رح نشوف مين الاحلى. اللي بيطلع احلى هو رح يربح. طبعا انتم رح تحكموا بهذا الشيء. المهم يا جماعه خلينا نبلش بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. متحمس؟ اوكي يلا. آنسة الثلج ربي يسعدكم. هات صاحبك النسونجي لما بده يساوي رجل ثلج طلع سوا آنسة الثلج. هي هي شايفين؟ خلي لي انا. والله طلعوا اصعب من ما انا متخيلين، خصوصي انه الثلج يبسان. وهذا صاحبي انا طلع بيرك، هذا مبين عليه بربكم طلعوا. والله بيرك مبين ابنه. طلع نجي نطلب ايد هي انا وائل عكرود نتجوزن. هي عروس طبعا، سويت انا عروس هون. اوكي 100%. المهم يا جماعه طبعا ما خلصنا، هلا رح نبلش بالبخ باللبس. بتلبس عفوا لبس لبس. خلينا نظبط هون هيك. والله بلش نعطيه رأيك. احلى زوزية، بس زوزية اللي تبعي احلى. بالله سيد من سوا عروس. يوم بالله بيربكم شو بيربكم. اعطونا طلع 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 عروس ربه. خلي لي انا يا عمري. اوف كنا واقعين انا والكاميرا.
لازم تخجل شوي. ايه شوف خجلك. اوف هيك دميت. قرب ايدك. يا سلام يا صاحب. تعرف بده شغله صاحب عندي كان يبين ذوق وكلاسيك شع كيف كيفه. تعرف شو؟ شو؟ قمر ازرق لاني لابس خفافي زرقاء. هي جزيم. اوكي ديب وديب. هلا هلا بنشوف. هلا احكي. هي صور لون. بشرف تبعيتي يا احلى. والله يا احلى. هلا اول شيء اسف على الاناره كانت ضعيفه. هلا ربي يسعدكم. هذا اختراع اخوي محمد. هات طلي احلى لك طلي طلي يخرب بيت طلي عروسه يا عروسه. ايش عرف فيها طلي عروسه يا رامي طلي. خلينا نحكي لكم اي خلينا نحكي لكم عن صاحبي. ايش فرج صاحبي بيرك لو واقف تعبان. طلوا هاي بتتعب كي طلوا صاحبي بيرك كنزي حمراء خفافه زرقاء بنطرون ازرق اجرين باينين ايدين باينين. هاي وين ايديها وين رجلي؟ في 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 عندي اول اوكي اوكي يا جماعه انتم احكموا. هذا الصاحب تبعي وهذا الصاحب تبع اخوي كهني. اوكي شايفين ده يا جماعه. هلا بقى نساوي انه بدي اجي اطلب العروس. طبعا يا جماعه صاحبي اليوم بده يتجوز. نروح نطلب ايد العروس من اخوي محمد ان شاء الله يوافق. طبعا صاحبي كثير متحمس لبس احلى لبس عنده مثل ما تكون شايفين. لا احلى ايش بدي اسميه؟ سوسو المتوحش. شو سوسو المتوحش؟ سلانجو. سلانجو؟ سلانجو يا حلو. اسم كلب هذا. لا لا يا صاحب مو سلانجو. هي سلوج. 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 لا لا والله اسمها طلعت صعبة بكره اذا جاني ولد شو بدي اسميه؟ هلا سميه البطيخ مبسمر. يلا دي يلا امشي. هي الله له اسم هيك مرتب عليه ديما. ساكو. ساكو؟ ساكو. ساكو. ساكو انت ايش تسميه؟ سيكية. ساكو سيكية. ايه. ساكو سيكية. ساكو سيكية. سوك. يا ابو ساكو. ابو ساكو مليم. نروح نخطب لك اياها. انت عجبتك شفتها؟ ما بعرف شلون بدها حبك راسوات. ايه عجبتها عجبتها. عجبتك؟ ايه. يلا. اوكي بدك اياها؟ اوكي تفضل معي امشي نشوف ان شاء الله يوافق عليك. امشي يا تحرك ساكو. تحرك ساكو. يلا خرب بيتك. تعال هون. وين رايح لعندك؟ تعال خرب بيتك ما تطلع لك. خلي يجي الزلمه نضرب نحكي معه. اجروا اجروا لساكو. اجروا لساكو. اجروا لساكو. اجروا لساكو. اجروا لساكو. الله يوفقك يا ساكو. تطلع لك. اجروا لساكو راحي. ساكو ترى هون لو بتحرك تقوم يطلع منك شيء ثاني. اوكي. ايه معلم. ايه روحي. السلام عليكم. وعليكم السلام. جاي انا مع موافقين. خلي مو هيك راسين. اول مره بخطب لحدا. ايه معلم. ايه. جيت انا وساكو. ايه. نطلب سوكية. ايه. مشان نجوز على سنة الله ورسوله. خلاص نتوكل على الله بنقول بسم الله. طب اسألني ساكو ايش بيشتغل. خلص موافقين. اسألني ساكو ايش بيشتغل. موافقين. ترى ساكو بيشرب. ها؟ ساكو بيشرب. اغا وقبلاني. بلعب قمار. وكمان محروسي هيك هي. الله يبقى. مرقاص الله جيت من الكازينو. بعي رقاصة ساكو. بيعري بيعري. شرب بيته شو ابو قرون. دايو ساكو ثانية. اذا هيك القصة. صعب. خلص ساكو بمسك لك اياها هيك. ساكو تتجوزها؟ أبحرك قرنه. اوكي. هلا شغل الشباب من وحدة. هلا العروس العروس ولا العريس؟ هذا البطيخ البسمر. لا العروس العريس ساكو المعلم ولا هي طيب؟ يا ويلي ما احلى صدرة. بس لك هيك؟ يس وفيها قطعت.
عيب عايز عيب شوارب شو هذا يعني مين احسن سوق ولا سوقي السياك ولا سوقي والله بصراحه هاي حاجه اللي بصراحه والله احلى والله ده احلى انا شيء والله وينك كل طرف اكل معي ساعه المهم ربي يستركم يا جماعه ما بعرف ازيد صورنا الكاميرا ونحن عم نتقتل بالثلج تقتلنا بالثلج لو عجبكم الفيديو حطوا لايك اشتركوا على قناة معكم محمد بوصلي ورامي واتركوا لنا التصويت تحت مين احلى السواك ولا السوكية سواك ولا سوكية بعرف كل هيك رح تختاروا العروس ولا الجحش في عرب مريح صوابع العروس المحلي ماشي مودي والله مين بالك شلونك حمودي سوكو سيكو 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 والله انا على الشرف فيك ساكو لعيونك يا ساكو لعيونك يا ساكو لعيونك يا ساكو لعيونك يا ساكو ساكو هل تشوف ساكو؟ هل قريبه؟ كان جبنا رحمنا فضل الله واك شوفوا ناجح نجاح وغامض بنجاحه هاد كم واحد ضاغط عنده طريقة مو بالموسيقى نجاحه فعلي هي الحقيقة